بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفصل الأول من فصول دورة أكاديمية سالم لإعداد الاختبار ستيب لشهر يونيو. بداية برحب بكم جميعا، برحب ب عبد الهادي ودلال وأنسام وعبد الرحمن تقريبا. كيف حالكم يا شباب؟ الحمد لله تمام. الصوت واضح؟ أتأكد بس الصوت واضح؟ أيوة الحين أيوة واضح الدكتور. واضح. أيوة واضح؟ طيب تمام. أموركم إن شاء الله تمام؟ الحمد لله. كيف كان حضرتك الماضية؟ كله تمام ولا في حاجة محتاجين نعيد شرحها؟ في حاجة كانتش واضحة؟ طيب احنا كده كده هنعمل اعاده، يعني هنعيد شرح بعض من الحاجات اللي احنا اخذناها المره اللي فاتت، او كل اللي احنا اخذناه المره اللي فاتت. لو حابين ندخل في الحل على طول، هو احنا الفصل المفروض لو في حد عنده اسئله بنجاوب عليها، وبعد كده نبدا نحل الواجبات اللي كانت معاكم. تمام؟ لو ما حدش عنده اسئله وكل الامور تمام، فبنمشي على طول على الحل. رايكم نبدا نحل الواجبات اللي كانت معانا ومع الحل الامور يعني تبقى اوضح، ولا حابين ان احنا نعيد شرح زي ما انتوا حابين؟ استاذ، احنا في النماذج اللي ارسلت لنا الواجبات يعني صراحه استفدنا منها كثير، بس اللي هي الاشكاليه في فور وسنس، يعني مرة نختار فور ويطلع الإجابة غلط، ومرة نختار سنس وتطلع الإجابة غلط، يعني بس هي هذه اللي شوية ما فهمناها، ولا البقية يعني الأسئلة لا مرة حلوة، يعني فهمنا القاعدات حقتها، بس هي هذه فور وسنس. يعني أنا أقول لا لابد أختار هنا فور، فجأة يطلع الجواب سنس، طيب ليش؟ ماني فاهمة يعني، بس هذه الإشكالية اللي أنا واجهتني شخصيا. طيب أنت خلينا بس نسترجع، فور يأتي بعدها من فاكر، فور يأتي بعدها إيه؟ حد فاكر؟ يأتي الشرح؟ العديد من الأزمنة اللي هي مو محددة. لا لا لا، مش بنتكلم عن الأزمنة خالص. فور وسنس لما يجي يخيرني بين فور وسنس، ماليش دعوة بالزمن، أنا هنا ما بفكرش في الزمن. لما يجيب لي يخيرني بين فور وسنس، لا أنا هنا بفكر في حاجة تانية، هل ما بعد الاختيار هو مدة؟ مدة يعني إيه؟ يعني مجموعة وحدات من الزمن، تمام؟ ولا زمن محدد، في زمن محدد، يوم محدد، ساعة، سنة محددة، ساعة محددة؟ ده اللي نتكلم فيه. لما يجي يخيرني بين سينس وفور، ماليش دعوة بالزمن، إنما لما ألاقي في الاختيار في الجمله سنس وفور، سنس او فور، هنا بقى اشغل بالي بالزمن. طب احط زمن ايه؟ لامتى؟ لما الاقي في الاختيار فوق سنس او فور. انما لما هو يخيرني يقول لي يلا اختار سنس ولا فور، لا ماليش دعوه بالزمن. وضحت؟ وضحت شباب؟ طيب برضو تعالوا نرجع كده مع بعض نعيد شرح اللي احنا اخذناه المره اللي فاتت. بسم الله. احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن الاشكال الخمسه للفعل باختصار. الاشكال الخمسه للفعل قسمناها الى قسمين، عندي افعال لها
شكل واحد، شكل أو نظام واحد في التشكل، ماشي على قاعدة معينة في التشكل، تمام، وأفعال ماشية بمزاجها. الأفعال اللي لها قاعدة اسمها الأفعال المنتظمة، الأفعال اللي لها قاعدة اسمها الأفعال المنتظمة. طيب جميل، إيه هو النظام بتاعها؟ شكلها الأول هو أصل الفعل، الشكل الأول هو أصل الفعل. طيب جميل، الشكل الثاني والثالث هو عبارة عن أصل الفعل بضيف له إيدي، الشكل الرابع بضيف لأصل الفعل ING، الشكل الخامس S. ده باختصار الأفعال غير منتظمة. الغير منتظمة الشكل الخامس والرابع، الخامس والرابع ماشيين على القاعدة اللي احنا أخذناها فوق، والإنفينيتيف اللي هو أصل الفعل زي الشكل الأول برضو ماشي على القاعدة اللي احنا أخذناها فوق. ما إيه الاختلاف؟ مختلفين في إيه بس؟ الاختلاف في الشكل الثاني والثالث، كل فعل ماشي بمزاجه. طيب قلنا بس الفعل بي هو الوحيد اللي أصله مختلف عن شكله الأول، فأصله هو بي، شكله الأول هو أم أو أر بس، وشكله الخامس طبعا مختلف هو إز، هو الوحيد اللي فرج عن كل القواعد بقى وكل الأعراف. فمخلي بالنا مع ذلك هو فعل مهم ما استغناش عنه، الفعل بي هو فعل مهم لا غنى لي عنه. جميل؟ طيب كده عرفنا الأشكال الخمسة للفعل. دخلنا بعد كده في الأزمنة. أول زمن أخذناه هو المضارع البسيط. طيب إيه اللي يخليني أو إيه اللي يميز المضارع البسيط؟ المضارع البسيط أو الأزمنة بشكل عام عشان أتعامل معاها محتاج مهمتين، المهمة الأولى تحديد الزمن، المهمة الثانية شكل الفعل. طيب أحدد الزمن إزاي؟ عن طريق إيه؟ كلمات دلالية زي اللي معايا هنا، عندي كلمات دلالية خلاص أعرف أحدد الزمن. أشوف مثلا every day، نحفظهم every day every week always usually، كل دي خلاص شفت واحدة منهم الزمن ده إيه؟ مضارع بسيط. طيب لا والله الزمن مش واضح، أو أنا آسف الكلمات الدلالية مش واضحة، طيب أعمل إيه ساعتها؟ لا كلمات الدلالية مش موجودة، مش واضحة في الجملة، خلاص أروح للمعنى. هل الجملة بتتكلم عن حدث متكرر أو عادة متكررة، حدث أو حقيقة عامة؟ لو حقيقة عامة أو عادة متكررة يبقى خلاص ده مضارع بسيط. طيب اللي بعد كده خلاص انتهينا من المهمة الأولى، فاضل لنا المهمة الثانية اللي هي ايه؟ شكل الفعل. المضارع البسيط على حسب الفعل، لو I, we, you, they اسم جمع يبقى أجيب الفعل اللي بعده في الشكل الأول، حطه في الشكل الأول. طيب لو الفعل هي أو شيء أو إت أو اسم مفرد أحطه فين؟ في الشكل الخامس. ده ببساطة خالص المضارع البسيط. تمام؟ بعد كده أنا مضارع مستمر، مضارع مستمر له كلمات دلالية، له كلمات دلالية اللي هي now at the moment this week these days أو look أو listen. طيب ما فيش كلمات دلالية في الجملة، أروح للمعنى. والله المعنى المعنى بتاعه بيتكلم عن أحداث تحصل الآن، تحصل وقت الكلام. خلاص ده مضارع مستمر. يلا أخش على المهمة الثانية اللي هي شكل الفعل على حسب الفعل، لو I يبقى am زائد verb before، لو we أو you أو they أو اسم جمع يبقى are زائد verb before، لو هي شيء أت اسم مفرد يبقى is زائد verb before. طيب اللي بالنا من الملحوظة دي، الأفعال غير حركية لا تأتي أبدا في أي زمن مستمر. طيب لو جات جملة أعمل معاها؟ حطها في زمن مضارع بسيط. طيب انتقلنا بعد كده المضارع التام وكلماته الدلالية، احنا هنركز على for و since عشان دي اللي اشتكيت منها. أول ما بلاقي الكلمات الدلالية دي اتفقنا، بروح على الزمن الأول اللي رحته دور عليه هو المضارع التام المستمر. ده أول حاجة رحت دور عليه، مضارع تام مستمر. ما لقيتش مضارع تام مستمر خلاص هروح لمضارع التام، بس الأول عيني يروح تروح تدور على المضارع التام المستمر. طيب إيه الفرق بين فور وسنس؟ لما يجي يخيرني بينهم في الاختيار، ما هو الفرق بين فور وبين سنس؟
وياتي بعدها مجموعه من الوحدات، مجموعه من الوحدات الزمنيه. لو الوحده الزمنيه المستخدمه بالايام يبقى ايه؟ يبقى يوم، يومين، ثلاثه، اربعه، خمسه. طيب سنس لا، يجي معاها وحده زمنيه محدده. طب لو الوحده الزمنيه معايا ايام تبقى ايه؟ تبقى يوم الاحد، يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، يوم الاربعاء. احنا فرق، يبقى يوم الاحد، سبت، احد، اثنين، ثلاث، اربع، دي سنس. طيب يوم واحد، يومين، ثلاثه، اربعه، خمسه، دي فور. طيب لو الوحده الزمنيه، تعال ناخد الشهر، شهر وعايزين نستخدمها مع فور. ها الشهر مع فور لازم يسبق بـ لا، خلينا ثانيه واحده، دي نقطه ثانيه هنخش لها ثاني، هنخش لها دلوقتي. ولو نحن لو بنتكلم عن الوحده الزمنيه اللي هي شهر، طيب شهر، شهرين، ثلاثة، أربعة، خمسة، فور ولا تنس؟ سنس. سنس. لا لا، فور. طيب محدد هو واحد واثنين وثلاثة وأربعة. لا، التحديد المقصود بشهر إيه؟ شهر فبراير، شهر رمضان، شهر شوال، ده المقصود بالتحديد، مش المقصود تحديد الرقم. لا، تحديد الشهر، تحديد اليوم، تحديد الساعة، تحديد السنة، يعني شيء محدد بالضبط. بالضبط، مسمى. خلينا نسميها، لو حابين نسموها مسمى، شهر مسمى أو يوم مسمى، ماشي، أو حدث معين، ماشي. يعني أستاذ مثلا، معلش بس مداخلة بسيطة أستاذ، يعني فور هل نستخدمها مثل مع شيء مجهول مثلا فور مانث؟ يعني ما حددنا الشهر، مثلا ما قلنا فور جولاي، يعني سينس فبراير مثلا، سينس جولاي زي كذا. يعني انا اللي فهمت زي كنا هذيك مع معلوم وهذه مع مجهول، يعني فور مع مجهول مثلا years، ما قال مثلا four years، four two years، لكن since مثلا since 1945، since 2000 مثلا، هذا كذا انا فهمتها، يعني هذا شهر شرحي. مظبوط، كلامك سليم ممتاز، دي والحبيب يفهمها كده برضو، ده دي طريقه ممتازه. السنس يجي بعدها حاجه معلومه، تمام؟ يجي مثلا يقول يوم الاحد، اه ده يوم معلوم، خلاص يبقى سنس. طب لا، يقول لي منذ يومين، خلاص يومين، يومين ده ايه؟ مجهولين، مش عارفين بدانا يوم ايه، ماشي. حد يفهمها كده برضه، تمام تمام. ها كده وضحت الفرق بين سنس وفور؟ واضح، تمام تمام. نكمل، يتبقى لينا الشكل بقى. طيب عليك المضارع التام ده شكله عامل ازاي؟ على حسب الفعل، اي وي يو ده اسم جمع، يبقى هاف زائد الفيرب 3، في شيء اسم مفرد يبقى هاز زائد الفيرب 3، تمام. والمضارع التام خلاص قلنا الاولويه ل فور وسنس له، مع محل بالنا بس من الفعل، لو اي وي يو او يو او ده اسم جمع يبقى هافن زائد الفيرب 4، في شيء اسم مفرد يبقى هاز زائد الفيرب 4. ندخل على الحل، طبعا دي كانت مجموعه الافعال غير حركيه. يلا بسم الله، تعالوا بقى نبتدي نشوف الحل، نحل مع بعض ونشوف الامور هتبقى عامله ازاي. بسم الله. يلا السؤال الاول، read 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 تمام. read ألف read قد تاني. أحسنتم يا شباب، الإجابة الصحيحة فعلا هي C، أحسنتم. نمبر 2، ازري يا دكتور، ازري read. تمام. is reading. read دكتور. read. في على فكرة اثنين is is reads وفي is reading. لا is لا. reading. لا ما فيها is. أيوة الأول read is. read. جمع. أيوة ما فيها is. is reading اللي هي D. انتم يا شباب، لا
يلا نمبر 3 سي 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 يا دكتور كلنا متفقين احسنتم جميعا سي خلينا نشوف بس الشات في حد بيجاوب على الشات لا كله بيجاوب معي حلو قوي يلا نمبر 4 ايه has been تمام has been wearing D ماشي ماشي استهدف الله استهدف الله هنشوف دلوقتي wears طيب الإجابة الصحيحة هي A سنتم طبعا ليه قلنا A في عندي كلمة دلالية اللي هي always always دي من كلمات الدالة على أي زمن بالضبط كلمات الدالة على أي زمن المضارع لا المضارع المستمر البسيط المضارع البسيط إذن الإجابة الصحيحة A فضي يا فاهم هنا يا دكتور عشان مفرد أخذنا معاه جمع طيب فوق آدم المفروض أنه عشان مفرد ناخذ جمع ولا لا 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 إيه علاقة الجمع مين جاب سيرة الجمع تقصدي الإس أنا أقصد دي في نفسه مو مفرد أيوة أي مفرد أنت تقصدي مفرد جمع جمع فين الجمع اللي جمع بقى طيب دكتور آدم فوق الإجابة مو هو الجمع أنه ناخذ جمع لا ثانية واحدة انت دخلتي مدخلة المفرد مفيش جمع هنا مفيش جمع انت اللي تقصديه هي الاس صح تقصدي الاس دي الاس دي مش مالهاش علاقة بالجمع قلنا قبل كده الاس دي التي تدخل على الفعل ليس لها اي علاقة بالجمع الاس دي هي الشكل الخامس بالضبط هي الشكل الخامس من الفعل وبستخدمه فقط في زمن المضارع البسيط طيب هنا آدم في الجملة دي الزمن هنا كان مضارع بسيط عشان استخدم اللي هو ريدز لا مو مضارع بسيط بالضبط مش أي مفرد أحط معاه الشكل الخامس لا لازم يكون مفرد ولازم يكون مضارع بسيط هنا استخدم الشكل الخامس طيب هنا يا دكتور أخذنا ING عشان ناو من المستمر بالضبط سنتي مش اي ان جي لازم يكون قبلها از اوكي تمام از ريدنج مش ريدنج بس لا طبعا ما تنفعش تمام طيب معلش يا دكتور مقاطعه بس تفضلي لو بدون ناو اقدر احطها از ريدنج واقدر احطها ريدز صحيح لو بدون كلمه ادم ريدز ابوك او ادم از ريدنج ابوك بالضبط هتبقى محيره تبقى محيرة وصعب انها تجيلك بالشكل ده لازم يحددها استاذ ايوه هي هذه الجملة يعني احس انها كلا الاجابتين اللي احنا جاوبنا عليها صح ترى ادم ما حدد لي الزمن هو سكت فقط سكت يعني ما قال ناو ما قال يعني حدد لي الزمن فهي ريدز او از ريدينج صح يا دكتور زي. يعني احسها مبهمة ثانية واحدة بس مول ناو هي بتعمل ايه صح آدم. صحنا. إيه صحنا. آدم. بس خلاص إيه يبقى هنا من الزمن متحدد خلاص ناو يبقى المضارع مستمر يبقى is reading هو سؤال ما خدش بالي من الاسم بس مين كان بيسأل عبد الرحمن تقريبا كان بيسأل بيقول لو ما فيش ناو لو ما فيش ناو هيبقى محيرة بس غالبا ده مش هيحصل لازم يحط لي كلمة تدلني على الزمن أو حتى المعنى ما تغيرنيش كده ويسيبني محتار بين زمان تمام يلا نروح لي نمبر 5 present a a ماشي visits ام ايوه ايه دكتور تمام كلنا متفقين
الإجابة هي A. يقول لي اللي ما اخترتش visits. visits تستخدم هو ده مضارع بطيء فعلا. on the weekend. on the weekend ده دليل وقالوز ده دليل تاني. تمام؟ طيب ليه ما استخدمتش visits؟ لأن visits تأتي مع الفاعل اللي هو he أو she أو it أو اسم المفرد. لما I يأتي مع الشكل الأول فقط. يلا نمبر 6. دي دي ميت تمام ميت اس مع الاس هني كلنا متفقين طافي وصفاء ما رأيكم؟ دي أقول السبب ولا لا؟ لا خلينا بس دلوقتي نشوف صافي صافي ايوه دكتور دي احسنتك قولي بقى السبب كده يا صفاء عشان every Tuesday بما انها عاده متكرره وتاخد قاعده المضارع البسيط اضافه اس لل احط الفعل بالشكل الخامس هو اس مع الفاعل المفرد له أرمس أبو سلم إيه يا دكتور استدي إيه ماشي لأنه لا سلمي سلمي واحد سلمي الشباب يفكروا الأول بعد كده نقرر إيه يا سلم تمام تأتي أي رقم واحد تمام الإجابة الصحيحة صافي الإجابة ليه اخترنا إيه كنت حابة تقولي وأنا قلت لك استني عشان كده بقول لك اتفضلي طبعاً اخترناها عشان usually من الكلمات الدالة على زمن المضارع البسيط. Number 8 بي ما سمعتش بي ولا تي بي goals تمام في حد بيكتب على الشات تمام بوف goals تعود دلال بتقول لي برضو ماشي بي goals بي يا دكتور تمام معلش يا دكتور الشبكه كانت عندي مو كويسه ولا يهمك يا صاحبي والاجابه الصحيحه فعلا هي جوز احسنت نمبر 9 is getting bb دي تمام يا صهاء تمام يا سعود ايوه بي يا دكتور تمام يا صاحبي
الإجابة الصحيحة هي is getting. أحسنتم. نمبر تاني. يلا بعد سؤال. بي. بي. تمام. دلال بتقول بي. وده صفاء بتقول بي. أيوة بي دكتور. تمام. will to meet number eight. أي ماشي. والإجابة الصحيحة هي بي. طيب ليه إيه خطأ؟ ليه خير إيه خطأ؟ مين يعرف؟ دي يعرف؟ منى آي يعني آر منى and I ماشي آر. طب هو اللي تيجي أصلا مع كل سواء مفرد أو جمع حاجة بس فيها خطأ عشان تومورو دكتور هذا تتكلم عن الفيوتشر المستقبل تومورو مستقبل يعني انا اتوقع ويل تجي مع المستقبل اذا مو انا غلطانه يعني صح ويل تجي مع المستقبل و از او فيرب بي جوينج تو برضه تجي مع المستقبل انما نمبر اي فيها خطا يعرفوا احنا قلنا ينفع له مصدر ايوه سمتي مين اللي جاوب مين اللي انقذنا انا صفاء صفاء احسنت يا صفاء ويل ما بيجيش بعدها تو لو ويل ميت تبقى صح وهنا تبقى عندي اجابتين صح يا اما ويل ميت او ار جوينج تو ميت انتبهوا من النقطه دي ويل لا ياتي بعدها تو ابدا تمام نبهنا واحنا بنشرح امبارح على النقطه دي ويل ما يجيش بعدها تو تمام بكده نكون انتهينا من الواجب الاول ندخل اتفضلي السؤال الأخير دكتور ماني فاهم ليش اخترنا بي؟ نعرف إنه ويل تيجي بعدها تو بس ليش اخترنا الإجابة دي بالذات يعني؟ كنت عايزة تختار إيه طب خلينا يا رب يكون نفس السؤال عايزة تختار إيه؟ إيه الإجابة الثانية اللي ينفع فيه؟ هو الاختيار إحنا عارفين إنه بي بس ليه بي؟ عشان مستقبل tomorrow يجي معاه جوينج يعني. مش احنا قلنا عشان ارجع كده للجدول بتاع المستقبل عندي فعلين مساعدين استخدمهم للحديث عن المستقبل اول واحد كان will زائد infinitive الثاني كان يا am يا is يا are going to زائد infinitive ايوه تمام فwill باظت خلاص عشان حط لي معاها ده توفى خربت خلاص ما عادش ينفع استخدم فما فاضليش الا going to وضحت شكرا يا دكتور عفوا عفوا يا صافي تعال ندخل بقى على الواجب الأول بسم الله يا سؤال عم أي دكتور تمام أي جميل ماشي get I get تمام ها شوف الشان دلال وسعود بيقولوا ايه ايه المنسق يا ريت لو تلغي لنا بس القصريه بتاعت ان الاختبار يقفل لما اروح اشوف الشاعر استاذ انا عشان احمد لو تلغي لنا بس القصريه دي في ايه وفي بي ماشي طبعا الزمن هنا ايه every time ده مضارع بسيط الفاعل هو اي يبقى انا محتاج بعد الشكل ايه الأول فين الأول؟ إيه؟ got ده الشكل الثاني ده ماضي كده سمت الشكل الأولي إجابة صحيحة نمبر 2 has been reading جميل has been reading دكتور ترى الشاشة معلقة على السؤال الأول لسه؟ أيوه طيب
خلينا اقفل الشير وافتح ثاني. ها كده رحت للسؤال الثاني. ايوه كويس كده تمام. يلا has been reading. تمام حد تاني شات سلام. تمام واضح. انا بحاول بس عشان الغي الرساله اللي بتظهر كل شويه دي اخش تاني. تمام كده تمام. الاجابه الصحيحه فعلا هي سي. احسنتم يا شباب ويا بنات. يلا نمبر 3. طيب معلش يا دكتور ليش ما واز ريدنج؟ تعال نشوف واز ريدنج ده زمن ايه. ده زمن ايه يا سعود؟ زمن ده زمن لسه ما خلناهوش اسمه الماضي المستمر. بالظبط ماضي مستمر تمام. فده له دلالات وكلمات دلاليه ثانيه. انت ايه اللي خلاك تتلخبط وتفكر ان هو الاجابه الصح؟ عشان سنس was تجي في الماضي. لا اللي واحده سنس بتيجي مع زمن ايه؟ معبطش. ها سنس تيجي مع زمن ايه؟ التام. ايوه المضارع التام المستمر ده اللي له الاولويه. لو ما فيش يبقى مضارع تام عادي تمام. فهو هنا عندي مضارع تام مستمر اللي هو هاز بن زائد الفيرب. واضح لك يا حرون؟ تمام يلا نمبر 3. يت 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 ماشي. ايه دكتور ايه ماشي ايه. ودلال بتقول ايه برضه وصافي او صفاء بتقول ايه ماشي. الاجابه صحيحه فعلا هي يت. أنا سعيد على فكرة بأسئلتكم. اللي بيسأل سؤال معناها بيوضح لي إيه اللخبطة اللي عنده، إيه الحاجة اللي لسه ملخبطة. اللي عنده سؤال ما لا يتردد أبداً في طرحه تمام. طبعاً هنا اخترنا جت لأن قلنا جت تأتي في نهاية الجملة المنفية. نمبر 7 سوري نمبر 4. إيه يا دكتور إيه ايش معناها يا دكتور كاثرينج؟ مش عايزين المعنى مش دلوقتي يعني هقول لك على المعنى بس خلينا نحاول نحل من غير ما نفهم المعنى عشان نشوف نقدر نحل ولا لا. The cats always gathering. نقدر نحل من غير المعنى؟ نشوف. ايوه يا دكتور نشوف عايزين نتاكد. حاولي كده يا انسان حاولي خليها من دون ما حتى لو انت مش فاهمه المعنى شوفي تختار ايه. اي لان انا فهمت الجمله سياق الجمله مفهوم يعني يتكلم عن القطط بس حاسه ان الفعل نفسه مو ما 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 يعني فيه غلط عشان كده قلت لك حلي بدون المعنى. ينفع اتكلم من غير المعنى وينفع اجيب الاجابه الصح لو انا مش فاهم المعنى. ماشي عشان كده بقول لك ما تشغليش بالك بالمعنى. ما دام قلت لك المعنى مش مهم متاكد ان المعنى مش مهم. حتى لو انا عارف معنى كلمه gathering يبقى برضه ممكن يعرف يقول لو ما اعرفش يعني. الغلط مش في معنى الكلمات الغلط في القواعد. هنا قواعد طبعا الخطا هو gathering. ليه؟ مش عشان المكان لا عشان الالوز دكتور ما تجي معاها اي ان جي يجي معاها صح الشكل الاول او الخامس بالضبط. سنتي سنتي يا صاح always من الكلمات اللي بتدل على زمن المضارع والمحيط. The cats بس دي جمع يبقى يجي هنا الشكل الاول اللي هو جاب الفعل بدون اس. ايوه دكتور الفعل بدون اس ايوه بالظبط
طبعا جاذر المفروض تسألتي يعني يجتمعوا، تمام؟ يجتمعوا حول باب منزل الرجل الأماني كل صباح. عادي المعنى ما في، المعنى ما في أي غلط، إنما المشكلة كانت في الكومنت. يلا نمبر 5 برضو يقول لي فين الغلط؟ هاز هاز غلط. المفروض تكون هاف. هاز دي غلط، المفروض تكون هاف. كلنا متفقين ولا حد عارف هاز إجابة ثانية؟ دكتور لازم تكون هاف عشان انه جمع الساعات، مش الجمع الساعات. الفاعل بهذه تعود على مين؟ مين اللي هاز؟ توم اند ادم. ترجع توم اند ادم، يتكلم عن توم اند ادم. فهمتي يا انسى؟ اوكي اوكي صح مفهوم. توم اند ادم اذا ده جمع يبقى ما ينفعش اقول هاز، اقول هاز. تمام؟ طبعا اعرف ازاي الفعل هو has returned has not returned، لم يعودوا، لم يعودوا دي عايدة عن الساعات، لا عايدة عن التوم اند اد. تمام يلا نمبر 6 have been studying رقم اس سي سي اي سي ماشي. كلنا متفقين؟ أحسنتم يا شباب لكم يا سي. يلا نمبر 7 ايه يا دكتور have been working. فين دلال؟ فين سعود؟ كانوا مش بيتكلموا على الشاي، بيشتكوا على الشاي. فينكم؟ كلنا متفقين؟ أحسنتم. هي إيه؟ ليه؟ فوق بعدها مدة. يلا نمبر 8 سي سي ايوه سي دكتور مان هاف بين ويتينج بين ويتينج ماشي. الإجابة صحيحة 100%. أحسنتم. يلا بعد كده نيفر يا دكتور دي نيفر. I have never tried that. ماشي كلنا متفقين؟ أحسنتم يا بالضبط. I have never tried that before. أحسنتم. Number 10 have been looking دكتور A have been looking A و A تمام. ايه ماشي
عشان بيكتب ها دلال بتقول ايه سعود نفس الكلام احسنتم 16 has been water lord دي has been ايوه have been waiting اخر شيء الاختيار الاخير تمام been waiting نشوف الشات نعم بتقول دي وسعود برضه بيقول دي احسنتم مرحبا ايه have been waiting سألتم جميعا 13 سلام أسرع أسرع من كده has been يا دكتورة has been رقم بي بي has been زين صليب بي جميل نعم صحيح بي تمام الإجابة صحيحة فعلا وزين ستادي سنتو 14 has been اللي هو سي دكتور سي has been has been talking talking اه مو واضح يا دكتور teaching has been teaching yes دكتور الجواب C ولا نفس الشيء دي هاز ودي هاز تصل هاز هاد ايوه بالضبط ده لا بتقول C ماشي سعود ولا سعود معاه سعود برضو بيقول سين والإجابة صحيحة يلا 15 بي يا صاحبي بي بي تمام has been read تمام سعود يقول بي تمام بي ف وين الإجابة من هي بي نمبر 16 أنا أقول سهل تمام بس كده عن فوق معلش ماشي تمام 16 يلا ايه have been developed ماشي اللغة المعنى في الجرامر يعني طبعا هو فيه قواعد في الجرامر هنهتم فيها بالمعنى بس لحد الان احنا مش مهتمين بالمعنى اكيد مش مهتمين بالمعنى اكيد مش هنهتم باللغة تمام مش دايما اتفاس اقول لي بقى الكلام واضح مش دايما هنحتاج المعنى بنسبه كبيره مش بنستخدم المعنى في القواعد اللي احنا درسنا يلا الإجابة فعلا هي ايه سنتر نمبر 17 4 ماشي جميل 4 and 10 4 تمام هنا محدد يا استاذ يقول لك 10 years 10 years مددلك سنة رقم كم شلون مددلك السنة مثلا سنة 2000 لا يبقى مش محدد ده التحديد يبقى انت عارف سنه رقم كام يوم كام يوم ايه الساعه كام شهر كام مش كام شهر
لا شهر يوليو يبقى سنس. طيب سبعة أشهر لا يبقى فور وهكذا. تمام الحاجة اللي قلنا اللي كنا نكتبها بس اللي هي لما ناست مع المدة الزمنية يبقى سنس مع مدة زمنية تبقى فور. دي اللي طلبنا ان احنا نكتبها عشان معلومة زيادة شوية ممكن تتخبطوا فيها. تمام واضح. يلا طبعا الإجابة فعلا هي 18 فور. صافي بتقول A years now four four four. تمام ودلال وسعود ينفور إجابة سليمة. نمبر 19 4 يا دكتور برضه 4 كلنا متفقين عندي عنده إجابة مختلفة أنت مش عارف الإجابة يقول سعود ينفور دلال والإجابة فعلا هي 4 سنتو 20 تنسي يا دكتور عشان محدد تن ساندي يحدد ساندي. تمام عبد الهادي رأيك صحيح سنس سنس صفاء مات سعود ودلال سي دلال وسعود يقول سنتم جميعا 21 4 يا دكتور 4 ماشي 4 جميل 4 حلو شباب اللي بتبعوا الشات دلال و سعود سعود بفور دلال لا طلع اهو غالبا عندك مشكله في النت يا دلال فور يا دكتور طبعا الاجابه فعلا هي فور احسنتم يلا 23 سنس يا دكتور دي دي ماشي تنس because the beginning of the term يعني حدد beginning بداية بالضبط بداية الترم ده حدث محدد يبقى خلاص استخدم هنشوف بقى استخدم ايه بقى أكيد بس استخدم سنس احسنتم يا شباب 23 4 يا دكتور 6 month ماشي 4 4 جميل الإجابة الصحيحة هي 4 أحسنتم 24 الجملة دي نفتكر فيها صافي الجملة دي نفتكر فيها صافي إيش الجملة دي نفتكر فيها بس مش أقول لك ليه حتى أنا ما فهمتها ترى بس إني عرفت الإجابة إنها إن هي إيه بقى Have you visited Have you visited Have you visited تمام يا دكتور هذه لا حلوة شيء صعب
في طريقة ممكن تسهل إيجاد طريقة الحل. سؤال يا توني فور. لا مش صعب خالص، عشان أنت لو خدت بالك من الكلمة اللي قلتها قلت لك السؤال ده نفتكر بيه صافي. صافي مبارك ضغط لنا كلمة دلالية من كلمات الدالة على الفعل المضارع حتى كانت so far. يلا فين المضارع التام من دول؟ have you visited. بس ليه هذه إيش جابها؟ في السؤال لما بنيجي نكون سؤال بنحط الفاعل بين الفعل المساعد وبين الفعل الرئيسي. مثلا عايز اقول انت هل انت الان تكتبي ومفروض writing او المفروض ان لو اقول هل او بستخدم you هقول writing you are writing صح؟ لما خليها سؤال are you writing تمام؟ فهنا هتبقى have you visited. أنا ليش دعوة بيو؟ أنا ليه أهم حاجة ليه have وبعدها الverb 3 بالضبط كده أصبح زمن ضارع تاني. هكذا سهلة يا حسام؟ أيوة فهمت يا أستاذ، فهمت هذه النقطة تمام. إذن الجواب هي بي. يلا 25 في آخر اختيار هي شيء ايوه دي تمام. تاني يا با ديس يا دي احسنتم. يلا 26 ايه ماشي ريتس يا دكتور ريتس والإجابة الصحيحة هي أحفظت يا سعود ما حد تاني في سعود ألف بي لا فيش إلا سعود تقريبا. أحسنت يا سعود الإجابة هي بي. طيب ليه بي؟ بدي اعرف ليه اخترنا هنا بي. توقع لنا قراءة اكثر من مرة ايوه خلص وخلص في قرايته. لا لا في حاجة احنا قلنا الموضوع قصد من كده قلنا لما يذكر ايوه لما يذكر عدد مرات تكراري حدث استخدم زمن المضارع تام 3 times يعني 3 مرات تمام؟ إذا هنا أستخدم مضارع تام هي يلا 27 last day last since last week last week ماشي احسنتم يا شباب بالضبط سنس يبقى لخصت يلا 4 ماشي four جميل
كلنا متفقين والإجابة هي صحيحة. 29 4 يا دكتور. تمام. هنا متفقين؟ إيه. الإجابة صحيح. آخر سؤال معنا. يلا. سنس على طول تبي. وضح سنس. تمام. كلنا متفقين على سنس والإجابة صحيح. ما شاء الله تبارك الله. أحسنتم الأداء في الآخر. الحمد لله في السيتنج الإجابات كانت سريعة. إذا حضروا لنا في صار في السؤال يكون جايبين غلط. نحطناها جيد. سيبناها فاضية. ما جاوبناش السؤال ده. بس هو صح. الإجابات في الأخر الحمد لله كانت سريعة. وده شيء الحمد لله مباشر. وده مهم في اختبار السد. أن يكون دقيق وسريع. الاثنين معهم. تمام؟ طيب. بريك بقى. قبل ما نخفرس على الآخر واجب معانا. ناخد بريك 10 دقايق ونبدا ان شاء الله نلتقي الساعة 10:07. تفضل. رجعنا بعد بريك الباب مع الواجب التكنولوجي. نبدا الورقه ده. بسم الله. ده السؤال الاول. فور. تمام. ماشي. لنا متفقين شباب شكل لسه فيه شباب في بريك. طيب والإجابة الصحيحة يا فور. أحسنتم. نمبر 2 فور يا دكتور برضو. فور. تمام يا إنسان. عند تاني. طيب. تعود يقول سنس. هذا السؤال الماضي. فور برضو يا دكتور هذا. هي فور مش سنس. يلا نمبر اللي بعد كده. فور يا دكتور. نمبر 3 فور. ماشي. فور. ماشي. Thank you.
over 2 hours. 2 hours. ده ايه؟ four ولا since؟ four يا دكتور، مجموعة وحدات. تمام، صبت الإجابة صحيحة. four. number four بقى. four برضه يا دكتور. four. four. تمام يا إنسان. أناك عبد الهادي. دلال برضو بتقول four، وسعود يقول four. صفاء. four. four الإجابة صحيحة. number five. برضه four يا دكتور. four. كمان four. تمام. عشان سبرار نقول four. مين؟ بالضبط several hours، قليل من الساعات مش متحددة، فإذا أنا أختار four. أحسنتم. number six. since يا دكتور. since. حددها single. تمام. since. تمام دلال. since. سعود ما رأيك؟ since. تمام. والإجابة فعلا هي سنس. سنتوب. نمبر 7. فور. 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 جميل. ماشي. فور. فور. الإجابة فعلا هي فور. ايت. نيد سي دكتور. سي. 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 عبد الهادي. إيتس. بالإس. أنسى بالإس برضه. ماشي. دلال. لا لا أتوقع أي دكتور. سو بيقول نيدز. تمام. دلال. صافي غيرت إجابتها قالت لا هتبقى إد نيلينج. ماشي. طيب خلينا نسألك يا صافي، ليه قلتي ايه؟ لانه الشكل الرابع يحتاج الى فعل مساعد، ما ادري يحتاج لحاجه قبلها. ايوه، ليه اخترتي الشكل الرابع؟ يعني ليه اخترتي الزمن ده مضارع مبتدأ؟ ايه؟ لانه هنا فوق علي دكتور مفرد. ايوه، الجمله زمنها ايه؟ مضارع مستمر. لا مار. طيب خليني اقول لا لا ثانيه واحده ثانيه واحده عشان ايه؟ عشان عايز اعرف الشباب اللي اختاروا سي اختاروها ليه. الجمله هنا زمنها مضارع مستمر. ايه عرفنا ازاي؟ الجزء الاول بيتكلم على شيء يحدث الان، و يبقى معناه ان الحدث الاحداث اللي بتدور دلوقتي بتاعته للان، مش حقيقه علميه او حقيقه عامه ولا عادات متكرره. طيب يلا انا اختار ايه؟ انا اختار ايه ولا سي بعد ما عرفنا المعلومه دي؟ لا لا سي خلاص. سي برضه. ماشي. حد حاول يغير؟ لا لا سي يا دكتور. مين يقول لي ليه سي؟ اذا هو يحدث الان يا دكتور، اذا هو يحدث الان فهو is needing. ايوه هو يحدث الان، بس الاجابه هتكون ايه؟ is needing. is needing. كلنا متفقين على هي is needing. ايوه ما شاء الله الاجابه خاطئه. سي سي يا سان. سي هي سي، بس انا عايز اعرف ليه اخترتوا سي؟ لانها لانه مفرد جمع جمع نيدس. لا مفرد صار هو يتكلم، يعني احس الجمله ما ينفع معها يجي اي ان جي مرتين، مستحيل ما يجي الاي ان جي. زمن مضارع بسيط اتوقع. ايه عادي عادي يجي اثنين اي ان جي عادي، لكن في سبب احنا قلناه، ان حتى لو الجمله زمنها مضارع بسيط لو حصل حاجه معينه ما ينفعش ابدا احطه في زمن مضارع. سوري، لو كان زمن جمله مضارع مستمر لو في حاجه معينه. طب ليه صفاء؟ عشان نيجي الحركيه الافعال غير الحركيه. فهمت يا صفاء؟
اولا عشان نيد فعل غير حركي، مش احنا اخذنا من الحركه قلت لكم ركزوا على فعل نيد تمام. الفعل نيد فعل غير حركي، معناه ايه غير حركي؟ حتى لو الجمله زمنها مضارع مستمر مش هحطه في زمن مضارع مستمر. ليه؟ لان الفعل ده في بينه وبين اي زمن مستمر عداوه. طيب هو مش هو مضارع مستمر، خلي ايه؟ خلي مضارع بسيط. بسيط يعني دكتور نيد نيد ما يجي مع اي نجي يعني ما يقبلها في ستيب. انا بتكلم في ستيب دلوقتي، في ستيب ما ينفعش اختار اي نيد تاخد اي ان جي، تاخد اي ان جي اللي هو ايه؟ اللي هو از نيدنج او ام نيدنج او ار نيدنج او واز نيدنج، اللي هو زمن مضارع اي زمن مستمر ما ينفعش تمام. يعني الجملة يعني الكلمة الأساسية يعني الفعل needs ناخذ S بالضبط عشان ده زمن مضارع بسيط. أحسنت يا يعني طبق. زي دكتور needs سي بالضبط. السبب أهم حاجة عارفين السبب، عشان الفعل غير حركي والجملة زمنها مضارع مستمر، فإذا أستخدم زمن المضارع البسيط. يلا نمبر 9 هذه من ال من المضارع المستمر. لا ايوه المضارع المستمر الكلمات الدلاليه هي هوس. ماشي اخذ معاها do you hear do you hear be. ايوه بي بي بس دكتور ليش تيجي do you؟ ما انا مش عارف انت اخترتي ليه do you، انت اللي اخترتي مش انا. عايزه تغيري هتقولي ايه؟ دقائق يا دكتور تفضلي. اخذ اي اي ار يو هيرينج ار يو هيرينج صح؟ ايوه تمام، لان احنا الجمله زمنها مضارع مستمر في كلمه دلاليه على زمن مضارع مستمر فاخذت ار يو هيرينج. ماشي اللي هو شكل المضارع المستمر. يلا نشوف بقى يا شباب رايكم ايه؟ ايه صفاء؟ انا هي صفاء ولا انسام اللي قالت ايه؟ مش عارف دكتور ديو اي بي ديو هير ذات انسام بتقول بي. ماشي انا ديو هير ديو هير. ماشي ايه ايه يس عبد الهادي بيقول ايه؟ عبد تاني عبد تاني اخر كلام اعمل ايه؟ طيب طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ طيب الفعل هير من الافعال الغير حركيه، ده معنى ايه الكلام ده؟ حتى لو الجمله زمنها مضارع مستمر مش هحطه في زمن مضارع مستمر، احطه في زمن ايه؟ حطه في الخامس الماضي البسيط. الماضي البسيط؟ هو مضارع، هو مضارع مستمر عشان ليه ماضي؟ لا لا حطه في المضارع البسيط. أحسنتي أحسنتي يا صفت. يلا نختار بقى تاني بعد ما عرفنا المعلومة دي، فين المضارع البسيط من دول؟ المضارع البسيط اللي هو اللي اختارته أنسام، اللي هو أنا قلت الحباطها بس ما عرفتش، اللي هو بي do you hear that. أصلاً هي صيغة سؤال، يعني do دائماً do نستخدمها كفعل مساعد في الأسئلة، فهي يعني حتى يعني منطقياً أنت لما تقرأ الجملة فأنت تسأل عن شيء يعني do you hear، يعني أحس هذه يمكن كسبناها من المحادثة يعني من ما أدري أحس أنا كذا. أنا ما اخترت، أنا ما شفت الأزمنة ولا أعرفها، لكن أنا اخترت لأنه يسأل do you هير دائما هذا دو يعني عن سؤال الشيء. هو احساسك الحمد لله نجاكي من السؤال ده يا مثال، لكن هو ينفع اسال بار يو هيرينج ده سؤال منطقي برضه عادي مش في اي غلط، بس هو احساسك الحمد لله الحمد لله انك مشيت ورا احساسك في السؤال ده واجابه هي دو يو هير. احسنت دكتور، بس معلومه انه انت الحين قلت ان الغير حركيه لا تاتي في الشكل الرابع بالمره تستبقى. تمام بالظبط. ما انا مش هختارها، مش هجيب لي ان اختار فعل غير حركي واحط واختار الفعل اللي هو في اي ان جي، لا ما ينفعش.
ما ما ينفعش نفترها من التيارات. وضحت؟ وضحت يا صافي؟ ايش يا دكتور؟ ما ينفعش انا اروح للاختيارات واروح اختار فعل غير حركي في زمن مضارع مستمر، ما ينفعش. اوكي تمام. يلا نمبر 10. بي يا دكتور. لا 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 سي have been trying. ماشي ايوه، لانه في عبد الهادي. انت قلت ايه معلش يا ابن هادي؟ سمعتكش. سي سي يس سي. تمام. سعود ودلال. سعود يقول سي. سي. تمام. صفاء. والإجابة فعلا هي سي. احسنتوا. الى بعد. سياسة. لا 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 يا دكتور، سبوكينج لحالها بي. بي. ايوه تمام. طيب بي يا طافي ده زمن ايه؟ هذا البسيط، الماضي المضارع البسيط. بي اللي هو الفيرب فور. لا انا قصدي انه ايه البسيط اللي هو الفيرب الخامس. عشان الخامس ده ايه بقى؟ انت تقصدي ايه بقى مش بي؟ انا اقصد ايه الاولى. تقصدي انا سمعتها بي. تمام تمام. طيب لا لا اصلا هي الاجابه بي. لا انا عايز اخر اجابه ايه ولا بي؟ بي يا دكتور. بي. بي الاجابه خطأ. الاجابه هي فعلا سي. يا دكتور speaking he is speaking صح؟ بالضبط بالضبط. سي هي الإجابة الصحيحة. speaking لوحدها يا صافي ليست زمن. الverb for لوحده من غير فعل مساعد ليس زمنا. ده مش زمن، ده مستبعد نهائي، لأن أنا هنا محتاج زمن وده مش زمن. طيب الحيرة بقى، هل ده مضارع بسيط يتكلم يعني عن عادم؟ لازم ما دام هي يبقى قبله is، ولو هنا وي يبقى قبلها are speaking وهكذا. صح صح. طيب وspeaks speaks. هنا بقى السؤال، هل ينفع ناخد مضارع بسيط؟ طيب اشوف بقى هنا هضطر ان انا اعمل ايه. اشوف في كلمات دلاليه، للاسف ما فيش كلمات دلاليه اللي احنا واخدينها، يبقى هضطر ان انا اسمع او افهم المعنى. اشوف المعنى بيقول ايه. زبون بيكلم موظف بيقول له may I speak with the manager، هل ممكن اتحدث مع المدير؟ فقام قايل له I am sorry. هو فراغ مع زبون اخر، هو يتحدث مع زبون اخر. طيب يلا الجملة دي، الجملة اللي انتوا سمعتوها دي، هل هي حقيقة عامة حدث متكررة ولا حدث يحدث الآن؟ يحدث الآن، مضارع مستمر. مضارع مستمر. مستمر سي. تمام. دي من الحالات القليلة اللي بنضطر ان احنا نفهم الجملة عشان نحلها. ليه؟ لان مفيش كلمات دلالية فاضطرنا نفهم بقى المعنى. عرفنا المعنى. تمام. أنا فهمتها من المعنى، يعني أنا ما في قاعدة هنا محددة، هذه بس مجرد من المعنى قرأت السؤال وفهمت على طول he is. ليش is اخترنا؟ because he she وهي هذه تيجي معها is دائما. بالضبط. دي يبقى لازم نلجأ لمعنى إن فيش عندي كلمات دلالية. أحسن. number 12. برضو هنا ما فيش كلمة دلالية، يبقى نشوف المعنى. سي يا سام. سي اي ام تراي. ماشي.
والإجابة صحيحة يا سي، أحسنت. نمبر 13 إيه إيه إز. تمام، إنسان بتقول إز. الإجابة الصحيحة هي إز سنتر، اللي هي إيه يعني؟ نمبر 14 فيزيكس and ساينس. تادي اي واحده؟ سي. سي ماشي. بي دي ماشي. لا دكتور، بي 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 تمام. studying ماشي. معتقد متلخبط، مفكر ان which من الروابط الزمنية، which ليست من الروابط الزمنية. ها في دلال. طيب حلو، نشوف الجملة. اول حاجة الجملة دي زمانها ايه؟ ما فيش كلمات دلالية من المعنى. الجملة دي زمانها ايه؟ مستمر. تعرف ترجمها ونشوف. شوف، علم الفيزياء هو العلم الذي يدرس الضوء، الحرارة والصوت والكهرباء. هنا الجملة دي زمانها ايه؟ من خلال المعنى. مستمر ولا لا مستمر؟ ده شيء يحدث الآن. لا مستمر. ها مضارع بسيط. بالضبط، مضارع بسيط. دي حقيقة، مش دي حقيقة عامة، بيديني معلومة. علم الفيزياء هو العلم الذي يدرس كذا 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 كذا. استاذ بني انسان نختار الفعل المجرد اللي هو study من دون لا اس ولا اي اضافه ing. واحده على حسب مين؟ على حسب الفاعل. الفاعل هو ايه؟ physics. physics ده مفرد ولا جمع؟ مفرد. المفرد ياخذ اي شكل، الاول ولا الخامس في المضارع البسيط؟ لا نختار اللي فيه اس. احسنتي كده صح، يبقى كده هنختار ستادز. الاجابه الصح. انا لخبطت في الجمع، شفت الاس على بالي اني اتكلم عن مجموعه فدوبني انتبهت مفرد. ايوه دي هو فعلا فيزيكس من الاسماء الخادعه، وهناخده ان شاء الله في الاسماء المعدوده وغير معدوده. بس انا عندي از فيزيكس از مش فيزيكس ار. ده كان عندي دليل ان ده مفرد. ليه؟ لانه قال عليه از، فخلاص انا هنا ما هاخد الشكل الخامس اللي هو ايه. يلا نمبر 15 سي. تمام سي يس ماشي.
طب اسمحوا لي اسالكم، في زمنه ايه؟ الشباب اللي قالوا فيه ده زمن ايه؟ هنعرفه ازاي؟ من خلال الشكل. شوفوا كده الفعل، شكل الفعل هنا ده تبع اي زمن؟ المضارع المستمر. طيب المضارع المستمر كان شكله عامل ازاي؟ از زائد يبقى ده ما ينفعش. انا كده اتوقعت ان انت عرفت الاجابه، ده ما ينفعش. از جيت ده خطا، ما ينفعش، لازم فيرب فور از جيتينج، ده كده مستبعد، ده قطع عشان يلخبطنا. ها يلا نختار ايه؟ ايه ايه طب ده ايه؟ ده زمن ايه؟ طيب مضارع مستمر. مضارع مستمر، المضارع المستمر كان مكون من ايه؟ يا ام يا اس يا ار زائد الفيرب فور. هل ده هنا؟ لا الاجابه بي، ما ينفعش. ايضا احسنت يا صفاء، الاجابه هتكون بي، ده هيكون زمن ايه؟ مضارع تام. has got، علي has just got off work and at present is having a cup of tea with his friends. الإجابة هي بي. تين، ونختم بيها عشان الوقت. Do you run? Do you run؟ ماشي، زمن مضارع بسيط. ماشي. إيه اللي هي برضو do you run؟ ماشي، ده سؤال متقدم شوية بس هنشوف. ما رأيك يا دلال؟ سعود بيقول دي، صفاء بتقول سي تقريبا. تمام، والإجابة الصحيحة هي دي. طيب تعالوا نشوف ليه. Do you run ده زمن إيه؟ مضارع بسيط. مضارع بسيط قلنا نستخدمه لإيه؟ للقاء. لما أروح أقول للواحد Do you run معناها هل أنت عادة تركض؟ طب ده مناسب للحالة اللي معايا؟ لا، ده واحد أنا قابلت واحد فشايفه تعبان، شايفه إن هو مرهق بينهج مثلا أو غرقان كده، عايز اقول له ايه؟ هل كنت تركض؟ انت شكلك تعبان او عمال بتنهج وبتاخد نفسك بصعوبه، هل كنت تركض؟ يبقى انا مش هينفع اساله في الوقت ده على عاده الركض، فمش هينفع تاخد مضارع بسيط. مضارع المستمر لو حطيته هنا هيبقى السؤال جاي بالشكل ده، هل انت تركض الان؟ مش هروح واحد بيتعب، واحد تعبان بينهج، اروح اساله هل انت تركض الان؟ لا، هو اكيد لو هو بيركض فانا شايف ان هو بيركض، فبالتالي مش هساله السؤال ده. ولو انا واقف قدام واحد وشايفه بيركض هروح اقول له هو انت بتركض؟ عامل زي واحد شايفه نايم، هو انت نمت؟ ايوه انا نايم. لا اكيد مش هيعمل كده، فعايز اساله على حاجه كانت في الماضي القريب، اقول له هستخدم برضو زمن مستمر اللي هو مضارع تام مستمر. Have you been running؟ هل كنت تركض؟ واضحت يا شباب؟ طيب have you run متى تيجي؟ have you run هي تيجي بس في سياق غير ده. have you run لما انا لو بركز على النتيجه، هل ركضت؟ هل ركضت اليوم مثلا؟ فاقول have you run. لما انا عايز اقول له هل كنت مستمرا في الركض؟ عشان كده انت تعبان. فهنا استخدمنا زمن المضارع التام المستمر. وديوران مش قلت فيها دكتور؟ معلش، ديوران ده زمن مضارع بسيط. احنا قلنا مضارع بسيط استخدمه للعادات، يعني معناه انا راح اقول له هل انت متعود تركض؟ هل انت تمارس
رياضة الرجل. وطبعا ده مش ماشي مع السياق بتاعي، سياق الجملة مش عايز كده. لا ده انا شايف واحد تعبان وعايز اسأله، هل انت كنت من شوية من حاجة بسيطة من وقت بسيط كنت بتركب؟ فاستخدمنا زمان المضارع التام المستمر. واحد يا شباب واضح، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك عبد الهادي. عايز اتاكد بقى معلش من الصعوبات اللي كانت عندكم قبل ما ندخل المحاضره، راحت الحمد لله ولا لسه في لخبطه في الجو؟ يعني مثلا في حد كان بيقول لي سنس وفور، انسان سنس وفور الحمد لله وضحت؟ لا لا واضح، الله يعطيك العافيه. ايوه استاذ مره يعني وضحتها تمام، بس يا دكتور هل دو هذه لها قاعده بعدين ندرسها؟ لان فيها اشكاليه انا في دو هذه، ما ندري متى نختارها ومتى ما نختارها. ولا دو فورسنس خلاص نقفل موضوعها يعني الحمد لله فهمناها. دو يعني هذه دو هي الإشكالية، يعني دو دائما هي تلخبط في الأسئلة في طريقة السؤال، عشان كذا أنا اخترت هنا دو. طيب هقول لك أنا قلت لك فورسنس ده متقدم شوية عشان كذا كان فيه صعوبة. دو زمن مضارع بسيط، دو وداز مضارع بسيط، أم وإز وآر زائد الفيرب فور ده مضارع مستمر، هاف زائد الفيرب ثري ده مضارع تام، هاف بن زائد الفيرب فور ده مضارع تام مستمر. هو السؤال بقى والصعوبه مش في دو ولا حاجه من دي، السؤال ما هو الزمن المناسب؟ ده هو التحدي. محتاج ايه؟ محتاج ان انا افهم الجمله صح عشان اقدر اختار الزمن المناسب صح. انا ممكن يكون انا عارف خلاص ده زمن مضارع تام وده زمن مضارع تام مستمر وده زمن مستمر مضارع مستمر، خلاص معروف. طب ايه الفرق بقى؟ افهم الجمله واختار السياق الصح. انا شفت واحد فبقول له انت تبدو متعبا، اكمل بقى تبدو متعبا ايه بقى؟ استخدم مضارع بسيط اللي هو بيستخدم العادات والطائفه العامه، استخدم المضارع المستمر اللي هو بيعبر عن شيء يحدث الان. طب هو لو يحدث الان انا هساله ليه؟ طب انا شايفه، لو انا شايفه بيركض يبقى اكيد مش هساله تمام. لكن انا عايز اقول له هل من شويه انت صغيرين كنت تركض كنت تمارس الركض عشان كده انت دلوقتي متعب؟ وضعت يا انسام؟ ايوه فهمت، يعني سالت عن شيء هاف بين صح ايوه بين اختار بين هاف بين زائد الفيرب تمام. استمروا في التدريب، خليكم دايما يعني اشتغلوا على التدريب عشان ده هيفتح لكم اسئله وممكن زي ما بنسميها احنا نقاط عمياء، نقاط عمياء اللي انا مش انا مش شايف، ما كنتش عارف ان انا مش فاهم النقطه دي. فايه اللي هيوضح لي النقط دي؟ كتر الحلم، حلوا كتير على القواعد اللي احنا بناخدها وذاكروا احفظوا القواعد اول باول. انا لاحظت في المحاضره دي ان احنا محتاجين نراجع على الافعال الغير حركيه. خدنا منهم جالنا منهم سؤالين، الفعل نيد، سؤال عن الفعل نيد وسؤال عن الفعل هي. انتبهوا من الافعال غير الحركيه. غير كده بسم الله ما شاء الله مستواكم رائع رائع رائع، استمروا بس في التدريب عشان مستواكم يفضل على كده ويزيد ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. شكرا. الله يعطيك عبد الهادي. اي اسئله يا شباب قبل ما نختم؟ شكرا دكتور، بس اللهم انه الافعال الحركيه ما تيجي مع اي ان جي. بالضبط. اوكي شكرا. العفو يا صافي. ربنا يوفقكم جميعا يا رب ويعينكم. في الختام نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ودمتم سالمين.